وقت اللي جات الثورة حسيت أن الظروف في تونس أصبحت ملائمة لتحويل الفيلم الغادي الهوني يا ربي. مساحة حرية التعبير أولا، حرية التعبير خاطر من الحاجات المهمة اللي خليت العمل الذي يخرج للنور. بالضبط، هذه هذا الشرط الأول، حرية التعبير. الشرط الثاني مكونات القصة، التيار السلفي والتيار العلماني كانوا في الحبوسات وقت بن علي، ولا في المنافي ولا في السرية. يعني واختلف في بلد بشيك بلاد ديمقراطية معناها ينشطوا علنا، كي ظهروا وخرجوا معناها للمشهد السياسي في تونس وفي المشهد الإعلامي، المكونات متاع القصة أصبحت متوفرة، وبالتالي ما عادش فما حتى مشكلة باش أني نطوع القصة لتونس جولادات. اللي ما تكورت هي بالضبط بالضبط. برك شنو اللي فخير داردان يعتبروا اللي الفيلم هو قراءتهم الشخصية كسب أكثر مصداقية كي جاء لتونس.